صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ 13 نوفمبر 2023. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة، والعيد ميلادهم النهاردة 13/11. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. صباح الفل. صباح الفل، أخبار حضرتك؟ كون طيب، سنة سعيدة، سنة جديدة. النهارده بدايه السنه الخامسه لينا. أيوه. ما بقول لك سون تايب، سنه جديده سعيده. ده في شكل يوم في البرنامج في شكله الجديد، دي بدايه السنه الخامسه. شوف، خمس سنين ولسه بنقول في شكله الجديد. صباح الخير، صباح السعاده، صباح الابتسامه، صباحكم كده يا رب كل رزق وعافيه وراحه بال وكل الحاجات الحلوه والامنيات الجميله على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. تفتكري لو يعني الموضوع طول شويه، انهي موضوع؟ موضوع الخمس سنين بقى اكتر شويه كتير جدا. يدينا العمر ان شاء الله. وانا مثلا يعني واحنا يعني شعرين بان علينا بقى وكده وبتاع وكده. هنصبغ. مش هيبان. ما هو لا، ما في حاجات ما بتتداريش يعني. طيب. بعد الوقت خلاص هنكرمش. لا، ما كده صعب قوي يعني. طيب، انا صعبان علي الناس يعني. طب لو طول خمس سنين اكتر من كده، ها ايه السؤال؟ مش عارف صدق. لا اكيد ناس تزهق. طيب بس احنا دايما بنعمل فوت بناء على طلب الساده المشاهدين. هنعمله بعد كده راديو عشان لو كبرنا في السن ما يبقى صوت بس يعني. ونحرمكم من شكلنا يعني. لا بالعكس، ده هنرحمهم. بما اننا من كل يوم نقول بقى لنا اربع سنين وبدانا في السنه الخامسه، كل يوم نقول لكم صباح السعاده، صباح السعاده، صباح السعاده. فالسعاده مقياسها او ايه اللي بيخليك تبقى سعيد مختلف من شخص للتاني؟ اكيد يعني مش كلنا زي بعض يعني، لكن في حاجه واحده بس يقول لك ايه، الفلوس عمرها ما تشتري السعاده. ونفس الشخص ده لما بس يقولوا له ده انت فزت بجائزه، ده انت ورثت وجالك مبلغ في شيك تعالى استلم، وتلاقيه بيتنطط كده من الفرحه والسعاده. هل السعاده اللي جات له او حسها في لحظه ما جاله فلوس كتير قوي وفكر بقى ده انا هعمل واعمل واعمل واعمل؟ اقول لك على حاجه، ساعات تقعد تفكر ايه، انا بس لو معايا مليون جنيه، لو معايا مليون جنيه ده انا زمان مليون جنيه مليون هعمل واعمل واعمل حاجات. ماشي، في لحظه تخيل ان طلع له كده من الفانوس السحري قال له خد المليون جنيه هتعمل بيهم ايه؟ تصدق ان هو احيانا واحد بقى مش عارف يعمل بيهم ايه؟ ده هاتيهم وانا هتصرف. لا طب انا هاتيهم وانا هتصرف. انا بحتار، يمكن عشان قليلين مش عارف. ما هم اصل دلوقتي، زمان يا عيني من سنتين، زمان اللي هو من سنتين، زمان من سنتين المليون جنيه دي كانت تجيب حاجات كتير، كانت فلوس. النهارده المليون جنيه ما بتجيبش عربيه صغيره. كانت تجيب يعني شقه وتجيب عربيه. المليون جنيه دلوقتي طالعه بدور ال 100,000 من سنتين. صدقيني المليون طلع بدور ال 100,000. ما انت من 3 4 سنين كنت دور ب 100,000 جنيه تشتري عربيه جديده. هل في عربيه جديده دلوقتي ب 300 ب 500 ب 600؟ بس ما فيش للاسف. لا، هم بيقولوا كده ما دايما لوجه الله. النهارده عشان تنزلي منطقه شعبيه تنقي شقه صح متوسط هي المليون حاجه كده يعني. بالظبط. بس هو بقى السؤال، وانا عارفه انه هيبقى فيها اراء، بس تعالوا نبعد النهارده عن الاجابات النموذجيه. عارفين كده في التصحيح بتاع الامتحانات يبقوا مدين المدرس نموذج الاجابه، وهو بيصحح الورق يشوف الاجابه دي زي النموذج اللي معاه ولا لا. لو مختلفه كلمه لو يقول لك لا ده الاجابه دي غلط، لان هو معاه اجابه نموذجيه. تعالوا النهارده نبعد عن الاجابات النموذجيه ونفكر او نقول اللي جوانا. هل الفلوس بتشتري السعاده او تقدر تشتري السعاده؟ طبعا لو انا قلت رايي اسحاق هيقولي انت بتفرضي رايك على الناس وما تسيبي كل واحد يقول، لكن اكيد ان ليا راي. يا بنتي، هو انا قلت حاجه يعني؟ انا حضرتك كل مرة انا قلت حاجه كده. انا بقول من خبراتي السابقه. ما انا هقول رايي. طب ابتدي يلا، ايه رايك؟ قول رايي عادي على فكره. ايه تشتري السعاده؟ الفلوس. بص، هي في دراسه يعني عملتها عدي انا واتنين اصحابي امبارح بالليل. صدقيني دراسة كده عملناها عالضيق كده واحنا قاعدين. بتعيب على موقع فتكات؟ طب قول. دراسة عملتها انا واتنين اصحابي كده عالضيق. قالوا لك ايه بقى؟ طلعت بايه؟ طلعت بتشتري. بنت اللذينة طلعت بتشتري. ياه. صدقيني. هقول لك ازاي. قال لك هو ايه، مين هو الشخص السعيد؟ تمام؟ مش عايزين برضو ندخل الموضوع في روحانيات واهم حاجة وجود ربنا، في حاجات اللي هي البديهيات المسلمات مش دي اللي بنتكلم فيها. صح. لكن احنا لما عملنا الدراسه انا واتنين اصحابي على الضيق، ايوه، قلنا طيب ما تيجي بدل ما نقول او لا نشوف ايه هي الشخص السعيد، ايه هو الشخص السعيد. فقال لك الشخص الذي يتمتع بالسعاده هو الشخص صاحب له مكانه اجتماعيه. تمام، يعني شخص ذو مكانه في المجتمع اللي هو فيه، في الشارع اللي هو فيه، في المدينه، في المنطقه، في كذا. تمام،
تاني حاجة شخص متعلم تعليم راقي وبيعلم ولاده تعليم راقي، فيبقى سعيد برضو إن هو بيبقى مختلف شوية عن الناس اللي حواليه. تمام. شخص مش الشخص السعيد برضو ما عندوش هموم إن هو عايز يشتري حاجة، يعني الحاجات الصغيرة بتاعتنا، عايز يشتري حاجة، الأكل، الشرب، الرز، المكرونة، اللي مش الحاجات اللي هي الصغيرة بتاعتنا دي، هم مش عايل همها كتير، فهو بالتالي شخص سعيد. تمام. الحاجات دي كلها طلعت بفلوس. تمام. طلع التعليم الجيد بفلوس، طلع المكانة الاجتماعية تساوي مال، طلع الـ ما عندوش احتياج في الأكل والشرب، طلعت برضو تساوي فلوس. لكن واحنا بنعمل الدراسة على الضيق انا واثنين اصحابي، طلع واحد صاحبي كان شقي جدا وقال هي الفلوس تشتري السعادة لكن لا تشتري كل السعادة. فقلنا له يا عم سقراط بسطها لنا. فهو بسطها لنا، قال لنا يعني الفلوس في امكانها تشتري السعادة ليك وللآخرين، بدليل ان حد ممكن يبقى معاه فلوس وبيساعد الاخرين، ساعد في ده شغله، وساعد ده جوزه، وساعد البنت دي اللي كانت اهلها ما عرفش ايه وجوزها، وساعد وساعد وساعد، فهو بقى سعيد هو والاخرين. تمام. لكن تشتري كل السعاده ما تشتريش كل السعاده، لان قال لك ان ال 24 قيراط بتوعنا كل واحد ناقصه حته في حياته، كل واحد ناقصه حته في حياته. صاحبك مسك العصايه منه، مش مخليه، لا مش مخليه السعاده كامله، لا بالعكس، ده هو معانا في سكه ان الفلوس تشتري السعاده دي. بس هو قال ما تشتريش كل السعاده، بمعنى كل السعاده مش هتلاقي حد 24 قيراط مستريح والدنيا 100 فل، هتلاقي دايما حته ناقصه. طب تقول لي لا في واحد معهوش فلوس خالص وسعيد كل السعاده، اي سعاده ده واحد سال، يعني اللي هو صديقنا الثالث ده كان طالع بدور ان هو بيسال، بيعمل علامات استفهام في القصه، فراح رد عليه قال له طب اي سعاده واحد بيروح يتذلل لحد عشان ياخد فلوس، اي سعاده وواحد مش عارف يدفع فلوس المدرسه، واي سعاده في واحد مش كذا وكذا وكذا وكذا. قال له ممكن واحد يبقى مش قادر يدفع فلوس المدرسه ومش لاقي ياكل وكذا وكذا يبقى سعيد. قال له لا، ده كده يبقى شخص بارد، يبقى شخص بارد. لا هو مش بارد، هو الاحتياج أو العوز أو قلة قدرة الشخص على إنه يسدد احتياجاته زي ما أنت بتقول بتعمل حالة من التوتر والبؤس والقلق، وخصوصا لو شخص مسؤول، شخص ملتزم بيحسب المسؤولية، فحاسس إزاي مش قادر أسد ده وده وده من التزامات علينا. طيب ده كتير بنشوف صورة من بره لناس، بشوف واحد ساكن في مكان كويس جدا جدا، معاه عربية ومدخل ولاده أحسن مدارس، معاه كريدت كارد ولا فيزا بيجيب بيها اللي هو عايزه، ومراته معاها الفيزا بتجيب اللي هي عايزاه، ومع ذلك إذا قربت من المشهد أكتر أو من حد قريب منه قعد معاه هتلاقوه بيشتكي مر الشكوى من حاجات كتير، بيحاول يصدر صورة السعيد بالفلوس اللي معاه، انه مش ناقصه حاجه وان عنده وعنده وعنده. لكن اذا اتكلم وفتح قلبه هو في حاجه ناقصاه، اذا كنا بنقول 24 قيراط فالقيراط اللي ناقصه ده من اهم الحاجات، يقول لك ياخدوا فلوسي او على الاقل، يعني انا مش عايز يبقى عندي كل ده، انا مش عايز ابقى بس محتاج، بس اللي ناقصني ده يبقى عندي، يبقى عندي راحه البال، يبقى عندي اسره بحبها، يبقوا ولادي كويسين وبخير وبيني وبينهم محبه، مش عمال الم من وراهم لان انا اصلا مش عارف اربيهم والفلوس بوظتهم. حاجات كتير قوي رغم انها ممكن تبقى ماديه متوفره في ايدينا بس ما تقدرش تحقق لنا السعاده. ودي ما تنكرش معادله ان الفلوس مهمه. أي. بس لما بتبقى هي رقم واحد وهي مقياس السعاده هنا وقعنا في المطب. لا بص، هي مش مقياس السعاده، بدليل ان انا قلت لك ان في حته ناقصه، يعني الفلوس مثلا ما تقدرش تشتري شفاء المريض. بالزبط. لو راح كل مستشفيات لندن وفرنسا ومعاه فلوس قد كده ومعاه مال الدنيا كلها، صح. ما تشتريش ال ويتمنى حد ياخدوا فلوس بس اقف على رجلي، ما دي بديهيات، فاهم؟ زي ما تشتريش الشفا، ما تشتريش انسان مات، ما تشتريش في حاجات كتيره جدا ما تشتريهاش الفلوس. تمام. فهي الفلوس بتفضل عاجزه قصاد حاجات كده، يعني ما تقول له لا ما ينفعش اشتريها، ما بشتريش. انت عارفه فيلم بتاع استاذ عادل امام لما قال له ما اعرفش ارش العارضه، فهي ما في حاجات ما هي الفلوس مش هت مش هت مش هتعملها. لكن هل قيمه الفلوس في حياتنا؟ انا مش ميال لفكره الفلوس ولا حاجه واهم حاجه صحتك بس. طب ما في صحتك بس وانت مديون
وانت عليك وانت كذا، وفي ناس بتبقى عليها الحاجات دي كلها وما بتسعاش حتى ان هي تسدد وما بتسعاش ان هي تعمل، ويقول لك انا سعيد. لا، اي سعاده عايز اروح مستشفى، محتاج اكشف، محتاج اتابع، عايز اعمل تحاليل، عايز اولادي عندهم التزام وانا مش عارف، برضو دي حاجه بتخلي الواحد مش سعيد. قيمه الفلوس في الزمن ده وفي الزمن اللي فات واللي قبله واللي جاي هي قيمه كبيره جدا جدا جدا. وما ننساش ان احنا اجتماعيا بتتحدد القيمه برضو بمقدار بتملك ايه وتعمل ايه، لكن ما اقدرش اقول ان هي رقم واحد. لو قلت ان هي رقم واحد هبقى بظلم حاجات كتير جدا في حياتنا حلوه، لان انت لان ممكن انسان يمتلك كل شيء. انا افتكر كان عندنا دكتور نفسي راجل جميل ومحترم كان معانا، معرفش هبه كنت موجوده في الحاله دي ولا لا يعني، فكرني. فقال انا كنت جاي من يومين، بصوا القصه دي بقى، الدكتور قال ايه؟ قال ان هو راح يعالج شخص من الاكتئاب، تمام؟ استشاره منزليه يعني، سوري، كشف منزلي. هو دكتور نفسي وراح كشف منزلي عشان يعالج شخص من الاكتئاب. هذا الشخص يمتلك قصر، يعني هو راح له القصر بتاعه، ده مش فيلا، قصر، تمام؟ وعنده ولاد، تمام؟ يعني عنده ولاد وعنده عربيات وعنده فلوس وعنده ناس شغاله، عنده كتيره جدا، وراح يعالجه من الاكتئاب. فده بيأكد فكره ان الفلوس ما تشتريش كل حاجه، ودي صحيحه. لكن هل الفلوس ليها علاقه بالسعاده؟ طبعا الفلوس ليها علاقه بالسعاده، واي حد بيقول غير كده اعتقد هو قدامه الصوره مشوشه مشوشه شويه. يبقى احنا بنقول حاجتين، الفلوس ليها علاقه بالسعاده؟ نعم الفلوس ليها علاقه بالسعاده. الفلوس تشتري كل السعاده؟ ابدا الفلوس ما تشتريش كل السعاده، ولو معاك مال الدنيا والاخره في حاجات ما بتيجي قدامها عاجزه كده ما بتعرفش تعملها. مشكله، شكلنا هنتفق النهارده، مش عارف. لا انا مختلف معاك. بس هو في ناس ممكن تبقى العمر يسرقها والوقت يسرقها وهي بتشتغل، يقول لك عشان اعمل فلوس، عشان اعمل مستقبل، عشان، وبعدين يتفاجئ كده يبص وراه يلاقي العمر عدى منه كتير قوي ونسي انه يستمتع بحياته، نسي انه يكون بيت واسره، نسي انه يبقى عنده مجتمع وعنده اصحاب بدون مصالح اللي هي بقت موجوده لما بقت معاه الفلوس. يمكن وقتها بكل مال الدنيا ده اللي هو حوشه او اللي بقى معاه واللي كسبه مش قادر يحقق له السعاده، لانه لما بيرجع بيته محتاج ونس ومحتاج كلام ومحتاج طبطبه ومحتاج حد ياخد بحسه، محتاج حد يلاقيه، محتاج حاجات كتير قوي. لكن البيت السعيد او الشخص السعيد برضه هي وجهات نظر نختلف او نتفق فيها، ممكن يبقى الاساس صح ان احنا في بينا ود ومحبه وفي ناس حلوه في حياتي وببني علاقات اجتماعيه ناجحه وعندي سواء نفسي من جوه، عندي رضا وعندي قناعه، لكن انسان مجتهد وانسان ببني نفسي وانسان مش بيأس وبشوف الظروف والهموم والاحتياجات وبسعى اكبر نفسي، بس انا عندي اساس. لكن لو انا حطيت الفلوس بالنسبه لي هي الاساس رقم واحد، هعملها ادوس على اي حاجه، ياما ناس خسرت مبادئها واخلاقها وضميرها عشان الفلوس. اصلا الانسان اللي هيفكر ان انا من اجل المال او من اجل يعني، كان حد علمني جمله كده احب اقولها برضو، قال لك كل ما تختلف مع حد بسبب الفلوس قولي الفلوس الاهم ولا الانسان، الفلوس الاهم ولا الانسان. لو طلع الانسان هو الاهم حاول ما تخسروش، وتعالى على نفسك حته، تعالى على نفسك حته، بس ما تسيبش حقك. يعني انا برضو بحاول من خلال كلامي، اذا كان كلامي ممكن يكون بيأثر بنسبه ربع في المية، فدايما انا مش مع اي حد يسيب حقه. يعني دايما اقول لاي حد يكلمني في مشكله اقول له اوعى تسيب حقك، ده مش حقك، ده حق اولادك وحق كذا وكذا، اوعى تسيب حقك. لكن انا وهبه اتخانقنا بسبب فلوس، ممكن اخسر حته صغيره عشان اكسب هبه. أنا بالنسبة لي الإنسان دايما هيبقى رقم واحد والفلوس تبقى رقم اتنين. اتخانقت أنا وأخويا بنوزع ميراث، هو عايز الشقة البحري وأنا عايز وفي شقة بحري وشقة قبلي، فمراته قالت له لا احنا لازم ناخد الشقة اللي بحري، من أجل أخويا أخد الشقة اللي قبلي مثلا، تمام؟ عندنا معرفش إيه وبتاعت إيه، هاجي على نفسي حتة عشان أكسب الإنسان اللي قدامي ما اخسرهوش، لكن ما سيبش حقك، لكن تسيب حقك خالص من اجل الانسان ومن اجل الانسانيه ومن اجل انت انسان مهمل في حقك وحق ايه وهتسيب حقك في، لكن من اجل الانسان ارجع سنه واخلي الانسان رقم واحد
والفلوس رقم اثنين. لعلي يكون بقول كلام اتمنى ان هو يعني انا ده مقتنع بيه او دي قناعتي فانا بنقول، لكن هل هو صح 100%؟ مش عارف. تبقاش انسان سلبي في حقوقك، وياما ناس ولادهم ضاعوا بسبب الفلوس، يقول لك يا ريتني بس كنت ركزت انا بديهم ايه وبيصرفوه فين وليه. ياما واحده جوزها بالنسبه لها هو اي تي ام ولا كريدت كارد بتصرف منه وخلاص، وهي دي قيمته. وممكن يبقى واحد هي مراته كده متجوزها عشان باباها مش عارف ايه وشغاله فين والشركات يعني بيبقى العلاقة دايما مادية وهي دي المقياس. لو الفلوس دي راحت خلاص يبقى مفيش أي علاقة ومفيش، لكن لو باني الأساس صح مهما كان دخلك بسيط وبتجتهد تزوده هتلاقي نفسك عايز تسعد اللي قدامك وتسعد اللي حواليك، مش هتستخسر في ولادك حاجة وهتديهم، هيطلعوا عارفين قيمة القرش وعارفين إنه ما بيشتريش راجل، ما بيشتريش سعادة، ما بيشتريش صحة، ما بيشتريش ضمير، ما بيشتريش أي حاجة، لكن هو اتعمل عشان أنجح وعشان أقدر أسعد نفسي وأسعد اللي حواليا. استاذ شحاته صباح الفل. صباح الخير يا استاذ هبه. يا صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ شحاته. صباح الورد، اهلا وسهلا. الف مبروك للقناه وكل سنه طيبين. وحضرتك طيب وخير يا استاذ شحاته، ربنا يخليك. شوف السعاده يا استاذ شحاته. ايوه. هي فعلا لازم في فلوس، بس مش الفلوس اللي هي يعني. ايوه. السعاده ان الناس تحبك وتحب الناس. صحيح. والرباية حلوة للأولاد. صحيح. وعيشتك حلوة مع بيتك، هي دي السعادة. صحيح. لكن ما ننكرش والفلوس فعلا انا خلي بالك انا محتاج فلوس برضه، مصاريف مصاريف يعني، لما اطمع واجيب فلوس كتير، ما الفلوس كتير بتخليك تفشل بعد احيانا. صحيح. يبقى يكون عندي الاكتفاء اللي هي فكره الاكتفاء، لكن ما ننكرش ابدا دور الفلوس في ان هي تبقى سعيده. ما لو حضرتك النهارده بنتك هتتجوز ويعني ومش معاك تجهزها وهتروح لده تستلف وده، اكيد مش تبقى سعيد يعني، اكيد مش تبقى سعيد وانت بتعمل كده، صح ولا لا؟ طبعا لا، لازم اكون معي فلوس حاجه جاهز وبتاع، بس يعني مش الفلوس اللي هي يعني في دماغ الواحد الكتير عشان الواحد يبقى سعيد وبتاع. ايوه ايوه. لا الكتيره بتخلي الواحد يفشل ويمشي ماشي مش كويس. شكرا استاذ شحاته، شكرا ليك. شكرا ليك يا استاذ شحاته. عارف في ناس، طب انا هقول في حد او واحده ممكن تتباهى قوي، او واحد الجاكيت ده ماركته ايه، انا بستخدم حاجه براند ايه، واحد بيتباهى انه ما بيجيبش لاولاده غير انواع الشوكولاته المستورده اللي ثمنها قد كده. فكره التباهي صدقوني بيبقى هو من جواه هو مش سعيد، ولا الطفل ده او الشخص ده بيحس بقيمه الحاجه اللي انت بتجيبها له من كتر ما ده بقى العادي. في حين ان في اب تاني او شخص تاني ممكن يجيب لك شوكولاته نوع عادي خالص، هديه بسيطه، لابس لبس شيك ومهندم ومن مكان كويس، بس مش لازم يبقى بالبراند اللي برقم، وبالنسبه له بيبقى فرحان شكله حلو. لا مش شرط ان اللي بيجيب وبيعمل وبتاع نلتصق بيه تهمه ان هو عشان يتباهى، ربما أنا هو ربنا انا مش بلصق تهمه خالص. استني بس انا بقول ايه دلوقتي، هو حياته باني اتباهى بده، لكن انا من جوايا مش سعيد. ممكن حد ربنا مديله وهو ربنا مديله ملايين، فطبيعي ان هو يلبس ساعه ب 100,000 جنيه، مالناش دعوه. انا هجيب ساعه انا اسحقها اجيب ساعه ب 100,000 جنيه حتى لو معي؟ لا مش هجيب. الاجابه لا. طبعًا. ولو جبت انت حر، بس انت ماشي يعني، بس هو جاب بس انا بشوف ده ثواني، انا لابسه ساعه مش براند، ساعه عاديه جايبها من محل اكسسوارات، وانت لابس ساعه ب 100,000 جنيه ماشي، انت ممكن تسالني انا على الساعه بتاعتي، طب انت اسكت، انت لابس حاجه غاليه اسكت، لكن هي الساعه بتاعتك دي ماركه كذا ولا دي تقليد؟ اللي بيعمل كده اللي بيعمل كده احنا المصريين لينا احنا بنسميه حاجه بقى، احنا يقول لك ده جعان، بمعنى اللي هو شبع من بعد جوع، محدث نعمه محدث نعمه، حاجات كده. المصريين دايما عملوا مسميات للحاجات دي اللي يتباهى بالشيء، لكن حد هو تربيته كده ودخله كده ما يلبس اللي يلبسه يعني. برضه بستغرب يقول لك ايه فلانه جابت فستان ما اعرفش ما تجيب، يا ربنا يزيدها يا رب وتجيب. لا 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 انا ما بجيبش من المحلات دي خالص، انا ما بلبسش من الكلام ده، انا ما بلبسش غير براندات، انا بلبس من المحل الفلاني والفلاني. ولاد الناس بقى ولاد الناس ما بيعملوش كده، انا بشوف ولاد الناس بيبقوا لابسين اغلى لبس
في العالم، لكن عمره ما يتباهى ولا يقول انا ما بجيبش غير، انا ما بعملش غير، اصلا انا بما ان انت قلت ولاد الناس، عشان كده هتلاقوا بنت الاصول اللي لما بتلاقي جوزها مثلا في ازمه الفلوس ولا اي حاجه ولا ذهب ولا اي حاجه عندها، تلاقوها بتجري بسرعه عشان تحل الازمه، كل الفلوس دي تحت رجليك وتحت رجليك رجلين بيتنا وحياتنا. فبالتالي هو كمان لو شخص كويس بيقدر ده جدا ويجتهد ويجتهد يعوضها اللي هي عملته، والعكس يعني اعكسوا الصوره برضه، هو لو لقيها في ازمه في اي سبب واقف جنبها، الفلوس دي تساوي ايه مقابل ان احنا نعدي ازماتنا؟ اتكلمنا قبل كده انا وانت على موضوع التباهي، لو تفتكر لما قلنا الفيسبوك، يعني ممكن واحد ربنا يديله حاجه يجيبها جديده تشير على الفيسبوك، اعمل على الفيسبوك، يبقى انا بعمل مثلا يروح جاب الايفون الجديد، راح جابه اول ما نازل ب 100,000 جنيه، فهي دايما تقول لك بص جوزي حبيبي جاب لي الموبايل ب 100,000 جنيه، وهي عارفه ان معاها على الصفحه ناس قرايبها يعني بالكاد بيقبضوا في الشهر 3,000 جنيه والدنيا ماشيه بالعافيه، وهي نازله تقول جوزي جاب لي موبايل ب 100. اعتقد ده ما فيهوش اي نوع من انواع لا الرحمه ولا الانسانيه ولا فكره يعني التباهي في الوقت ده بيبقى حاجه سيئه جدا. لكن هي جوزها معايا يجيب لها موبايل بمليون جنيه، وهي بينها وبين جوزها وشكرته وحضنته وقالت له شكرا اعز ما املك، دي قصتها. الحاجات دي بوظت دماغ الناس لما بيقعدوا يشوفوا كده يفتكروا ان دي حقيقه. استاذ موريس صباح الفل. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك، اتفضل. اولا كل سنه وانتم طيبين بالعيد ال 16 اللي خلفتي فيه. حضرتك طيب. ربنا يبارك للاستاذ ليا والاستاذ جورج والاستاذه نيفين والاستاذه منى، ربي يخليهم يا رب يا رب. امين. ويبارك في اولادهم يا رب يا رب، ويصبحوا حاجه مفرحه يا رب. امين يا رب. السعاده مش بكثر الفلوس ولا بقله الفلوس يا استاذ اسحاق. ايوه. السعادة هي السعادة الحقيقية، ماذا ينتزع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ الإنسان المفروض يكسب نفسه ويكسب الآخرين. صحيح. الحب، الحب هو اللي بيدي السعادة، غير الحب ما فيش سعادة. صح. الحب اللي هي أساس أساس كلمة الله، الله محبة. الله أعطانا الحب، هي دي السعادة. الحب هو دي السعادة. مش السعاده بكثر الفلوس ولا قله الفلوس ولا ادخل عيالي مدارس خاصه عاليه، لا، السعاده في الحب، كيف ادي الحب للناس عشان ابقى سعيد، ارضي ربنا ابقى سعيد. هي دي الحقيقيه، هي دي السعاده الحقيقيه. اكيد. شكرا يا استاذ موريس، صباحك صباحك فل. يحكوا برضو عن حد كان فنان، مش عارف اقول اسمه ولا لا يعني، بس هو كان في الخمسينات، فبعدين كان هو كان حلمه في الخمسينات ان هو يبقى مليونير، حلمه في، متخيلين في الخمسينات يبقى مليونير، كان الجرام الذهب بأقل من جنيه، فهو كان حلمه يبقى مليونير، يعني اللي هي بمقام دلوقتي يبقى معاه 2 مليار مثلا، لان لو حسبت الجرام كان بجنيه ودلوقتي ب 2000 وشويه، فيبقى اقل من، يبقى 2 مليار، فهو كان حلمه يبقى كده. تمام؟ فقدر يوصل، وان هو كان بينتج افلام، مش بس بيمثل، بينتج افلام، وبقى كده بقى معاه مليون جنيه. في الوقت اللي حصل معاه المليون جنيه هو كان لسه صغير، كان عنده 50 سنة، كان لسه يعني في شباب، للأسف جاله مرض خطير كان بيمنعه ان هو ياكل كل حاجة، فقال لك انا بقى معايا المليون جنيه وما بقتش اكل اي حاجة، وللأسف مات بعديها بشهور. فاحنا مقتنعين ان السعادة يعني، ما في حاجات ما بتشتريهاش، لكن هل السعادة، لكن هل المال يجلب السعادة؟ دي حقيقة واضحة، واللي ينكرها يبقى في حاجة، في مشكلة، يبقى في مشكلة. ما هو انا بالعكس، ده انا في ناس بتستثمر الفلوس ان هي تقدم سعادة لنفسها والآخرين، بيبقى مردودها كمان كتير، وتعضد الآخرين وتبني في الخدمة وتساعد في الخدمة، حاجات كده كتيرة جدا. استاذ يوسف، يا استاذ يوسف اهلا بيك. سبب المحاكم كلها، المحاكم المحاكم كلها مشاكل بسبب الفلوس. صح. ايوه، يعني كل القواضي، وكان زمان المحبه ما بين الاخوه والاخوات. أيوه. والعيله دلوقتي. أيوه. الورث والفلوس بقى سبب كل المشاكل. صح كده. عندك حق. صح كده. مش كل حاجه فلوس بصراحه. اي بس هم اديني الصحه واديني الستر ومش عايز فلوس، انا مبسوط الحمد لله، بس اديني صحه واديني ستر
مش عايز اي حاجه غير كده. ربنا يديك الصحه والستر. يكفي القناعه والرضا جوه البني ادم تساوي حاجات كتير قوي، اغلى من اي حاجه. ان البني ادم يحس بالرضا ويحس هيحس بالسعاده، لكن الانسان اللي مش قنوع مهما ربنا اداله ما بيشبعش، عاوز زياده ويدوس على اي حاجه ويدوس على اي حد عشان الفلوس، عمره ما يحس براحه مهما جاب. انا اتمنى الناس اللي بتتكلم عن الرضا وتتكلم عن الفلوس مش كل حاجه ما يقفش قصاد اخوه في المحكمه عشان 5000 جنيه و10000 جنيه عشان 100000 جنيه عشان مليون جنيه، ما يقفش قصاد مراته في المحكمه عشان هو مش عاوز يصرف على العيال او عايز يطلع النفقه يطلع لها مصاريف العيال 1000 جنيه وهو دخله 17000 جنيه. اتمنى اللي يقول كده يتغاضى عن حاجات صغيره، ممكن ناس بتقتل بعض وناس بتغضب من بعض وناس بتقاطع بعض عشان كلام فاضي، عشان كلام فاضي ملوش اي لازمه، اساسياته يعرفوا قيمته بعد العمر ما بيعدي. وانا زي ما بقول لحضراتكم انا جمله اتعلمتها، الانسان قبل الفلوس، الانسان قبل الفلوس، وده مش معناه ابدا ان انت تسيب حقك. اتفضلي يا هبه. طب نحاول سريعا، هم بيقولوا لنا يعني دقيقتين كده او سريعا تاخدوا فيها التعليقات، يعني سامحونا على الوقت النهارده. رضا بشر بيقول صباح الفل عليكم وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير. في اتنين عمرك ما تشتريهم بالفلوس، الاولاد والصحه. صح. بس ممكن الفلوس تسعد لما يكون نفسك في حاجه وتشتريها، بتعمل نوع من السعاده مؤقت، والسعاده الحقيقيه هي القناعه والرضا وحب الناس. صح. كريستين سلامه بتقول صباح الخير، انا كل يوم ببعت لكم رسائل وبحاول اوصل لكم بس مش بعرف، مامتي بتحبكم جدا وانا عايزه افرحها، فممكن تقولوا لها كل سنه وانت طيبه يا ام روماني. كل سنه وانت طيبه يا ام روماني. انا اقول لها طيب. يلا قول. كل سنه وانت طيبه يا ام روماني. يا رب نكون عرفنا نفرحك. صباح الفل عليك. يلا. بصي بقى، منى عياد لما احنا قلنا لما لو كبرنا في البرنامج يعني، فبتقول صباح الخير وراحه البال حبيبتي هبه واسحاق، حتى لو كبرتوا احنا كمان نكبر وحبنا ليكم يزيد اكتر واكتر، ده احنا بنتمنى ان وقت البرنامج يزيد عن كده، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا شكرا على التعليق الجميل، الحاجات دي بتفرحنا دايما. جدا يعني بتفرحونا دايما. بص سمير لمعي بيقول حاجه جميله جدا، بيصبح علينا بيقول الفلوس تشتري العلاج لكن ما تشتريش الشفاء، ممكن تشتري متطلبات الحياه لكن لا تشتري راحه البال وكل السعاده. طبعا الفلوس لا تشتري كل السعاده، لكن الفلوس عشان احنا بنحب نقول بنحب نقول الواقع، مش بنحب نقول لحضراتكم كلام انشاء. طيب يعني هختم بس بتعليق عشان الوقت. مارجريت فرانسيس بتقول انا حرفيا عمري ما حسيت بالسعاده من ساعه ماما ما راحت السما واختي الكبيره كمان راحت السما، وكل ما تحصل حاجه تفرحني مش بتكمل للاسف، مش بلحق افرح، نفسي افرح من قلبي بجد فرحه تهز جبال. ربنا يفرح قلبك ويطبطب على قلبك وربنا يعزيكي، وصدقيني يا ربنا حنين واحن علينا من اي حد. بس كل عايزه اقوله لك، سيبي نفسك للفرحه، ادي نفسك فرصه تفرحي، لان ممكن جدا وجعك والمك من فراق اللي احنا اللي انت بتحبيهم طبعا ماما واختك وفي ايه اقرب من كده تاني، يكون واقف حاجز بينك وبين الفرحه. كل ما بتيجي حاجه يمكن انت بتصديها من غير ما تحسي، بتستسلمي لالامك، لكن صدقيني الحياه بتستمر، وربنا مش هقول ادانا بس نعمه النسيان، لكن في حاجات بتفضل ذكرى لينا نعيش بيها ومعاها للناس اللي بنحبهم، بس الحياه لازم تستمر طالما عايشين وفي نفس ربنا ادهولنا يبقى عشان نكمل. فانا بقول لك يعني من فضلك ادي نفسك فرصه وربنا ان شاء الله يفرحك فرحه كبيره تهز جبال زي ما نفسك فيها. اللي ما بيقدرش يتغلب على مشاعر الفقد في حياته بيعيش طول عمره تعيس ومكتئب، ومن اجلهم ومن اجل سيرتهم الحلوه لا، وهم لو سالتهم يقول لك احنا عايزينك فرحانه كل الفرح، ربنا يعزي قلبك ويكون معاك. لسه معاكم ولسه معانا فقرات ان شاء الله تعجب حضراتكم، فاصل ونرجع تاني. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده نتامل مع بعض في هذا الصباح ايه من اشهر ايات الكتاب المقدس اللي اتذكرت في انجيل معلمنا مار يوحنا والاصحاح العاشر وايه رقم 11. من مشاهير ايات الكتاب المقدس اللي نادى فيها رب المجد يسوع المسيح وقال كده، انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه لاجل الخراف. من أشهر هذه الآيات اللي اتكلم فيها رب المجد يسوع المسيح كونه أنه هو الراعي الصالح. وفي هذا الإنجيل المشهور
السيد المسيح استخدم مقارنات ما بينه وما بين الرعاة الغير أمناء أو الرعاة المش حقيقيين، لكن كونه أن هو الراعي الصالح. ركز معاكم في هذا الصباح نتأمل في صفات الراعي الصالح. من صفات رب المجد يسوع المسيح كونه أنه الراعي الصالح، أنه أولاً أنه يعرف خاصته، زي ما قال في الإنجيل أنا أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. يعني إيه يعرف خاصتي؟ يعني عارفك، عارف ظروفك، عارف شكلك، عارف طبيعتك، عارف مشاكلك، عارف كل حاجة تخص دوائر حياتك. من صفات هذا الراعي الصالح زي ما قال داود النبي في مزمور 23 لما قال كده: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه الراحة يردني. فهو من صفات هذا الراعي إن هو مسؤول إنه يخدك إلى مراعي خضرة، إلى مياه راحة. هو المسؤول عن رعايتك، رعايتك مش بس المادية لكن الرعاية النفسية والرعاية الروحية، يخدك إلى مياه راحة، مكان تستريح فيه، مكان فيه خضرة، مكان تقدر تقعد فيه وترتاح قدام ربنا. هو المسؤول عن الرعاية، فهو من صفاته أنه يرعاك، مش بس أنه مسؤول عن تسديد احتياجاتك المالية أو المادية والجسدية، لكن أيضا الروحية والنفسية. من صفاته كراعي صالح أنه يرعاك ويحميك، دوره هو من أدوار صفاته هو الحماية. يقول أيضا برضو داود النبي في المزمور 23 أنه عصاك وعكازك هما يعزيانني، وإن سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف. كونه أن وجود الراعي معايا حتى لو ماشي في سكة فيها خطورة، حتى لو ماشي في وادي ظل الموت، وجود عصاية الله وعكازه هما كانوا سبب تعزية داود النبي في هذا المزمور. كون أن المسيح هو الراعي الصالح وهو المسؤول عن حمايتك. هو قال كده أن خرافي في يدي ولا يقدر أحد أن يخطفها مني. هو المسؤول عن حماية أولاده. من صفات أيضا الراعي الصالح كونه أن الراعي الصالح يفدي رعيته. من صفات هذا الراعي أنه يبذل نفسه عن الخراف، زي ما عمل رب المجد يسوع وقدم نفسه ذبيحة وفدية وخلاص للعالم كله ولأجل كل رعيته، أنه قدم نفسه على الصليب فداء. محدش يقدر يعمل هذا الموقف إلا لما يكون أب، لكن الراعي الغريب والراعي الغير أمين ما يقدرش يضحي بنفسه لأجل رعيته. لكن كونه أن المسيح هو الراعي الصالح، هو اللي قدم نفسه فدية وفداء عنك. لما بنتأمل النهاردة في صفات الراعي الصالح، أجي أفكر أنا كابن للمسيح، ما هو دوري ناحية هذا الراعي الصالح؟ رب المجد يسوع المسيح في إنجيل يوحنا 10 قال كده في آية 27، قال إن خرافي تعرفني وأنا وتسمع صوتي وتتبعني. دور الرعية إنها تسمع صوت الراعي، تشوف فين صوت ربنا وتمشي وراه. دورك في هذه الحياة إنك تسمع صوت الراعي كل يوم. مش كده أنا بسأل سؤال عزيزي المشاهد النهاردة، إنه هل ليك علاقة يومية بالكتاب المقدس؟ هل بتسمع صوت ربنا كل يوم؟ هل ليك مخافة الله إنك لما تسمع صوت الله تطيع هذا الصوت؟ فهو دور هذه الرعية إنها تعمل الحاجتين دول، إنه أولا تسمع صوت ربنا كل يوم من خلال الكتاب المقدس، من خلال كلمة ربنا في الكنيسة، من خلال الاجتماعات، لكن بتسمع كتير. السؤال التاني اللي بعده، هل بتطيع كتير؟ فدور الطاعة ودور التبعية. يقول كده السيد المسيح إنه خرافي تتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. ويقول بس كمان كده، كمان فوق كل الكلام ده، إنه لا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. أشجعك النهاردة إنك لو كنت بتسمع صوت ربنا كل يوم وبتطيع رسالته، فيكافئك المسيح بالحياة الأبدية، وما يقدرش حد يخطف خراف المسيح من إيده. شجعك عزيزي المشاهد النهاردة إنه في هذا الصباح تسمع كل يوم صوت ربنا وتطيع صوت ربنا. ثق إنه ليك راعي صالح، وهذا الراعي الصالح الدليل القوي إنه قدم نفسه فدية وفداء ليك على الصليب. أشجعك في هذا الصباح إنه تتمسك براعي نفوسنا السيد المسيح، وتمشي هذا الطريق كل يوم مع ربنا. ربنا يحفظك ويرعاك دايما في كل نعمة وفي كل ملء بركة، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. آمين.